نجيب ده كده وامي تركب فيه ونعرف نزقها. قالوا خد بنتك اللي بتعيط عشان احنا ملناش دعوه. احنا ليه نشيل بناتكو علشان انا مدعوك مع واحده؟ انا ذنبي ايه؟ ماشي، واحنا بنتمنى حاجه ان في بنتك هنا كمان بتعيط، يعني يبقى مش بنتك ومراتك علينا. ايه ده بقى؟ على اخر الزمن انا رايح افتح الباب لواحد جايب لنا آلة الزمن. امي يا لهوي، دي دخلت جواها، طلعوها. طيب ما انت خايف؟ لا مش خايف، بس حاضر هطلعها. اوعى ايمي. ايمي ده محمد جوزك؟ ها انت متجوزه، انت كبيره، بطلي هبل. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. At first sight, I felt energy of surrender. I saw life inside you. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. أنا مش عارف يعني أول قصدك إن بقى نورهان أعقل مني صح؟ لا قصدك بقى إن أنا غبية وإن أنت ونورهان عشان إخوات أذكياء صح؟ لا قصدك بقى ان انت كأحمد اعقل مني صح؟ لا 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 عيتي. انا وانتي نفس الدماغ، ونورهان كمان نفس الدماغ معانا. انا بحبك. خلاص يا جماعة انا موافق. انت موافق؟ اعمل ايه؟ ما انا عندي ضغوطات جانبية. ضغوطات جانبية؟ معلش معلش يا جماعة انا موافق، اهو اعلن ان احمد موافق. غريبة. ماشي معرفش، انا مش موافق. ده يا جماعة وافقوا بجد؟ مين مش موافق كده؟ اللي مش موافق كده يقول انا. نص انا. انا مش موافق بس موافق في نفس الوقت. تقول نص انا زيي. نص انا. انت ايه؟ موافقة. قلت اللي مش موافق يقول. مش ادي ادهم وادم شريف. ايه بقى؟ هتبقى ضدي؟ موافق. ايه حبيبي. ماشي ادي كده اتنين. ها؟ لا. ماشي ادي كده تلاتة. وانت لا طبعا. اربعة مش موافقين والباقي كله موافق. محمد، استاذ محمد موافق بس مش موافق في نفس الوقت على حسب الاغلبية. الاغلبية طلع ايه؟ الاغلبية طبعا موافق. خلاص انا موافق بقى عشان خاطري. ايه هنعمل ايه سفر عبر الزمن؟ هتروح تشوف الديناصورات اللي شبهك. طب عشان كده مش هجيبها بقى. خلاص بهزر. طيب خلاص هنجيبها مع اني مالهاش 60 لازمة. ياي هطلبها انا بقى. اطلبها انت مع انها 100% هتبقى فكرة غبية جدا جدا جدا، وهتوقعنا في 20,590 مصيبة وكل حاجة. يعني دلوقتي مستنيها توصل، وان شاء الله هتوصل بسرعة جدا جدا جدا. اللي مأكد لك كده؟ لا هو مش هتوصل بسرعة يا ايمي. ان شاء الله توصل بسرعة. اسكتي بقى. هو ده البيت يا صاحبي؟ ايوة يا مصري. يلا خبط عليهم. همشي انا بقى. طب اقول لهم ايه؟ انت عارف زي ما اتفقت معاك، مش انت الدكتور المشهور اللي معرفش ايه؟ لا انا مساعد الدكتور. طيب اقول لهم دي من الدكتور اللي عامل. انت متأكد انها بس مش شغالة؟ ايوه مش شغالة، ما تقلقش. لا تودي العيلة في داهية، هروح انا اللي في داهية. لا لا دي مش شغالة، دي لسه بنحاول نجربها وكده يعني، لكن لسه ما فيهاش اي حاجة شغالة، هي بس منظر. وانت كده كده خدت النسخة اللي هي النسخة المعروضة بس اصلا. طيب الحمد لله. سلام سلام سلام. رن الجرس. رن يا عم. الروبوت ده غريب قوي، سابني كده وخلاص هرن. وامر لله يا ربي يا رب افتحه بسرعة عشان انا حاسس ان انا هتهزق. ازاي سيبني مع ما كانت آلة زمن كده لوحدي؟ اوف دي وصلت. افتح الباب. على اخر الزمن انا
رايح افتح الباب لواحد جايب لنا آلة الزمن. انا ايوه هلو هلو الله عربي الله الله عربي يا اسطى. احنا كده حضرتك قلبت في روبلوكس. ايه يا حاج انت؟ نعم. ايه جايب ايه؟ جايب الصندوق ده حضرتك طالبه اونلاين. ايه اللي جايب ايه؟ المفروض انت المفروض انا بقولك اتفضل الصندوق فانت تقولي اه، ولا حضرتك اهلك هما اللي طالبين فانت ما عندكش فكرة عن الموضوع؟ لا ايه اللي انت بتقوله ده؟ عندي فكرة عن الموضوع طبعا. دخل دخل. طيب ماشي ثانية كده حلو شكرا. ايه بقى المصاريف ايه؟ وتعالى كده ادخل ادخل. انت مش هينفع والله لازم امشي. ادخل اتفضل. قولي بقى ايه الصندوق ده وجواه ايه وازاي مكان السفر من الجمل ومعرفش ايه من الجمل. ما تدققش في كلامي. ده ايه دي؟ يا ويلك تقول له يا ويلك يا ويلك انا معاك. قول يا استاذ هي دي مكنة السفر عبر الزمن بتركبوها وكل حاجه موجوده في الصندوق. اتفضل ادفع الفلوس عشان انا لازم امشي. ادفع الفلوس انا دفعتها اونلاين اصلا. اه طيب ماشي خلاص عن اذنك بقى. ايه دفع الفلوس اونلاين؟ الروبوت ما قاليش حاجه عن كده. اوف اوف بجد انا ما وصليش فلوس غريبه. هاي يا محمد. هاي يا ادهم. هاي انا اللي بقول لك. هاي ايه الصندوق ده بقى؟ هو ده بقى مكنة السفر عبر الزمن. هنسافر ازاي؟ هنركب جوه الصندوق يعني ولا ايه؟ ادخل 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 لسه هنركبها وما اعرفش ايه. ادخل. طيب اما نشوف هننقل الصندوق ده جوه ازاي. انا الصراحه مش فاهم ايه اللي هم جايبينه ده بجد. ما بدات تعمل ايرور. ايه بقى الصندوق ده؟ الصندوق ده اللي هو جواه القطع اللي هنركبها في بعض عشان نعمل مكنه بقى وكده. هي كمان بازل؟ لا مش بازل بس احنا هنركبها يعني في بعض. الله دي هتبقى اهل مهام اللي جبتها في حياتي. عايزه اشوف اليوم اللي سليب فيه تولد وكمان عايزه اشوف اليوم اللي قالت فيه تولد عشان لو كده ممكن اشوف بقى اهلي اروح اقابل تنت مامتك اسمها ايه عشان انا نسيت. فريده. تنت فريده بقول لها تروح تولد في نفس المستشفى عندنا في لوسيا عشان احنا الاثنين بقى اتولدنا في نفس المستشفى. الله الله ونغير الماضي. الله انتي بتستقبلي يا ليسا؟ بهزر اكيد. طب بطلوا هبل بقى عايزين نتفرج بقى يا شو هنعملها ازاي. فين الكتالوج بتاعها؟ اكيد جوه الصندوق. طب افتحوا الصندوق. انا هفتح الصندوق. اهو الصندوق اهو. ادي الكتالوج. اه ها مكتوب ايه؟ ما تورينا يا محمد. هات وريني. بصوا هي بداية مبشرة ان شاء الله هنفهم يعني. ان شاء الله ان شاء الله هيجي علينا الوقت اللي هنفهم فيه ونكون مركبينها كلها ان شاء الله. ليه هي صعبة للدرجة دي؟ خدي شوفي بنفسك. وريني وريني اهو. ايه ده دي صعبة قوي. وروني يا جماعة انتوا مكبرين الموضوع قوي. وروني كده وروني. ايه ده احنا هنركبها ازاي يا ايمي؟ احنا بقى محتاجين دودي. دودي الروبوت فهو هيفهم في الحاجات دي صح يا نانسي؟ ايوه محتاجين دودي. دودي بس يالك الدودي الموضوع. ليه 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 دودي؟ علشان دودي روبوت يا زكي. ايوه فين دودي بقى؟ معرفش تعالي نشوفه كده. معرفش ايه غبي دودي ده ازاي سيبنا؟ طب احنا فعلا هنركبها ازاي؟ احنا منعرفش ازاي هنركبها اصلا. ده غبي قوي. زمانه جاي. استني اتصل بيه. تليفون محمد اتصل بيه. من غير ما تتصلي انا جيت. حلو حلو تعالى قول لنا بقى ازاي يعني انت ايه اللي انت عامله ده؟ ازاي هنركب المكنه؟ ببساطه انا عارف اركبها ازاي. الراجل قال لي بس اوعى تبوظوها علشان هنرجعها تاني عشان ما دفعناش فلوس. احنا دفعنا فلوس. الفلوس راحت لي انا ما راحتش للراجل. ده موقع مزيف. صح. طب يلا يلا يلا. طيب يلا يا استاذ دودي ركبها. وروني. وسع يا عمر. وسعت يا سيدي. الكتالوج اهو يا دودي لو محتاجه. لا 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 لا. طيب عشان التوتر يا اما اطلع انا في الجنينه اعملها واجي. فكره حلوه دي. يا اما انتوا تطلعوا فوق. لا إيه؟ انت اطلع في الجنينه اعملها. يلا انا هوصلك للجنينه. انا عارف طريق الجنينه. انا هوصلك للجنينه. طيب محمد هات انت الصندوق ورانا بقى. امشي انت كده امشي ادخل على الجنينه. يلا ادخل كده. ها عايزاك
تفضي المكان ده كله وتحطها في النص كده عشان نبقى ايه جاهزين كده والمكان واسع والمقلب جميل. يلا بمناسبه حطوا لايك صحيح، شايفاكم لسه ما حطيتوش لايك لغايه دلوقتي، لسه ما حطش لايك لغايه دلوقتي، يوقف الفيديو كده هو شطورين وتنزلوا تحطوا لايك. يلا يلا حطوا لايك، ماشي حطوا لايك. اوكي يلا يا استاذ شيل الحاجات دي بقى انت وتصرف. الصندوق ده تقيل قوي، هو انا ليه كل شويه اللي متدبس ان انا ازقه؟ هو فيه ايه؟ طيب خلاص يلا امشوا. ماشي يلا يا محمد تعالى عشان سيبه يفكها بقى براحته كده ويركبها براحته كده. تعالى يلا جاي يلا. الكتالوج ده انا مش فاهم منه حاجه. خلاص مش محتاجينه، احنا كده خلاص مستنيين دودي يخلصها فمش محتاجينه. طيب خلاص ربنا يستر. انا ما اعرفش انا عملت ايه، الراجل هيقتلني لو بوظتها له. مش مهم. يا جماعه الزحمه، على الاقل اسمها جماعه الخير، ايه جماعه الزحمه دي؟ مش مهم. رد. ها خلاص حلو، عايز اشوف. تعالوا. طيب انا جاي يلا يلا تشوف. يلا نستر. استني يا نانسي. طيب الله ايه ده؟ ايه رايكو؟ دي شكلها غريب جدا. ايه دي؟ المفروض ما كانت سفر عبر الزمن، هنسافر بيها ازاي يعني؟ مش عارف انا بجد دلوقتي مش مقتنع خالص. لا اقتنع. مقتنع انا اسف، مقتنع خلاص، انا اقتنعت. طيب حلو اوكي، مين هيجربها؟ ايه ده مفيش حماس؟ لا يا ايمي الصراحه يعني ايه نقلبها دي يعني؟ المفروض احنا اوكي متحمسين نلعب بيها، ولكن التجربه اللي هي اول شهتي تقولها دي لا، مستحيل يبقى انا. لا مش انا، هو انا عندي فضول اجربها بس لا اخاف اروح مرجعش. لا طب لا خايف الصراحه. لا ولا انا ولا انت يا ابي، عشان ما تفكريش انه خلاص ما حدش يا جماعه فيكم خلاص ما بي فانا هروح. لا يا حبيبتي انت مش هتروحي. لا 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 لا, لا, لا خالص. ليه كده؟ يلا يا دودي روح. لا خلاص يا جماعه انا هروح. لا مفيش، انت هتروحي ازاي يعني؟ مش هتروحي، مفيش الكلام ده، مفيش حد فينا يجرب، خلاص الفكره فاشله. يلا رجعوا البتاع دي، فلوس اتدفعت على الفاضي. لا بس انا عايزه اجربها. ايه يا انت هبله؟ تجربي ايه يا حبيبتي؟ تجربي ايه؟ اجرب مكانك السفر عبر الزمن. واو واو ازاي واو اللي هو واو الف واو؟ يا سلام. بس يا جماعه بجد هجربها. لا مفيش الكلام ده، مش هتجربيها بجد. ليه؟ عشان كده يا ايمي انت هبله، ازاي تقلبيها يعني؟ الصراحه مفيش حد عايل ابدا نجربها. يعني غريبه الصراحه. خلاص يا جماعه انا مضحي بنفسي وعايز اروح اجربها، ايه رايكم؟ لا يا تميم يا حبيبي، لا انت فاكر نفسك هتهرب من الجواز بسرعه كده؟ لا يا حبيبي. اهرب ايه؟ مش حكايه هربان، حكايه ان انا عايزه اروح. خلاص تعالي سافر انا وانتي. لا فكرة حلوة دي، يلا يا ايمي روحي وانا هروح معاكي. لا انا بس. ليه؟ خلاص يا جماعة انا هروح. يا هبلة، يخرب بيت الهبل، يخرب بيت الهبل. ايمي يا لهوي، دي دخلت جواها. يا لهوي ازاي؟ يا لهوي يا ايمي لا، طلعوها. طيب ما انت خايف؟ لا مش خايف بس حاضر هطلعها. اوعى يا ايمي. ايمي اطلعي. ايمي ازاي اطلعها دي؟ وسع. ايمي هاتولي سلم. طيب انا مش طايل، هاتوا سلم. هروح اجيب سلم. انا جبت السلم، يلا اطلع. طيب يا اخويا شكرا. بسرعة يلا عشان تلحق ايمي. طيب ماشي اهدي. اطلعي يا اختي اطلعي، انت كويسة؟ الو ايمي، ايمي يا ايمي، ايمي ارجوكي فوقي، ايه اللي حصل لك يا ايمي يا حبيبتي؟ ماما. ماما مين؟ ايمي تعالي جوه، ده انتي جالك ضربة شمس كده، تعالي. ماما. ماما ايه؟ عايزة تبرونة. نعم يا اختي. هي ولا انا سمعته صح؟ عايزة اهي. هي ايه دي اللي اهي؟ الببرونة. ايمي فين بابا؟ بابا ايه؟ انا عايزة بابا. ايه يا جماعة ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ايمي ايه
ده محمد جوزك ها؟ انتي بتجوزي انتي كبيرة بطلي هبل. ايه انت مين؟ انا ادم يعتبر اخوكي. فين ماما؟ فين بابا؟ انا عايزة الببرونة. ببرونة ايه؟ عايزة نام. شلي ايه ده في جماعة؟ لا تكون قلت الزمن بتصغر المخ بتصغر المخ بترجعها للماضي. تعالوا اما نشوف ايه اللي حصل. ايه كماعة؟ في ايه؟ خير. ها امي ماتت ولا لسه؟ اسكت انت بعد الشر. ايه الهبل ده؟ شلي الله كرسي. قومي يا شحطة قومي هتكسري الكرسي بتاع نيلي. امي انتي كويسة ولا ايه؟ انتي مين؟ انتي ماما؟ انا ماما ايه؟ لا ماما ايه؟ انت ايه؟ ايه امي تكبرنيش قوي كده. امي انتي اتجننتي؟ قولي انتي بتهزري ها؟ امي هاتوها. ايه جميلة. الو امي ايه ده؟ ايه ده بيحصل؟ ايه امي بتعمل كده ليه؟ مش عارف. تقريبا يا جماعة الارتزان دي بترجع بترجع المخ للماضي مش الجسم. هي ايه ده؟ في ايه؟ اسكتي. وقعت. ايه ده الدوشة دي؟ في ايه؟ انا متعودتش على كده. انا محقونة. ادي خدي اسكتي. والله لا صورك يا محمد. تصورني ايه؟ بتدي ايه من ببرونة بابا؟ لا انا مش ابوكي والله. والله العظيم انا ابوكي بابا. لا ايمي ده جوزك مش ابوكي. طب ودوا يا جماعة قلت الزمن دي تاني. ايه الهبل اللي احنا فيه ده بجد؟ ايمي ايمي ماما. لا انا مش ماما. ايه ماما دي؟ فين ماما؟ اجعينا. ايه هو ايه الهبل اللي بيحصل لنا ده يا جماعه بجد؟ ايه انا عايزه لعبه. عايزه لعبه. اعمل ايه؟ مين دي؟ هجيب لها لعبه. انا هتصرف. وساو كده وساو. خدي يا ايمي. بابا. ايوه انا بابا. انت بابا ايه؟ انت بتزيد في الزيطه. اسكت ايمي حبيبتي. اعمل لك ببرونه تانيه واسعب كده. خدي يا ايمي. هي شكرا. العفو. لحظه تعالي يا بنت. انتي بنتك؟ لا عايزاها. خلاص طز فيها. ايه اللي طز فيها دي؟ وسع كده. انت سبلت امي فوقي. بطلي الهبل اللي انت بتعمليه ده. تعالى ادخلك البتاعة دي تاني. اوعى. ايه يا ماما؟ ايه ده يا ايمي؟ ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ انا مش فاهم ايه اللي بيحصل يا جماعة. انا دماغي بدأت توجعني. الله ايمي بقت شحطة. اوعى اوعى. كنتي انت هتخليها تعيط اكتر. ايه اللي هتخليها تعيط اكتر؟ انت اندبكت مع الموضوع يا محمد ولا ايه؟ ايمي هتطلع تايب كلسي هرام. ايمي انت يا ايمي. ماما هو انت اي حد سوفيه بقى ماما؟ دي عندها جفاف امواوي دي ولا ايه؟ خدوا يا جماعة انا جبت لها المرجحة دي بس ما اعرفش هتقعد فيها ولا ايه. مرجحة ايه يا جماعة؟ ايه اللي انتوا بتهبل اللي احنا بنعمله ده؟ خدي ايمي عودي. هي ماما حلوة. ايه الهبل ده؟ ادخلي يا ايمي. قومي قومي. خلاص هوعى. لا اله الا الله بجد. في ايه؟ ابعدوا عن بنتي. ايمي بابا حبيبتي. ايه الهبل ده يا جماعة؟ ايه الهبل ده؟ نامت. دخلوها بقى. لا ابعد عنها. انت الله النايمة فوق. لا وسع. يلا يا نانسي. اه انا. انتي امها يا بنت.
حاضر حاضر. اسمعي الكلام. حاضر حاضر. تحرك يا ابني، مفيش حد جايبنا ظهرنا اتقطم واحنا بنزق ايد مرجيحه. اوكي. لا بس بجد مش قادره اموت من الضحك. تمسيح حلو صح؟ صح صح. اطلع اطلع يلا يلا نطلع بسرعه. هنعمل ايه دلوقتي؟ اقعدي في السرير ونامي. السرير ده؟ لا طبعا مش هيكفيك يا امي، مش الدرجه دي. نامي في سريرك. طيب ماشي. بقول لك ايه، انت اندهوا لهم بقى ان انا لسه بعيط وكده، وان انا محتاجه العب تاني او محتاجه تيتينا مثلا. تحطي تيتينا بايك يا امي يا شحطه. اعمل ايه بقى؟ ما هو لازم المقلب يضرب. يلا يلا عشان يعجب متابعين. متابعين حطوا لايك بليز بليز والله العظيم. يلا 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 نامي يا امي، نامي زمانهم طالعين. بس لما يطلعوا بيصوتي ودنينا اتفقعت احنا. اسكتي يا امي. سخطت امي. انا 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 بيت مراتك صغيرة سقطت. امي اسكت ما تصحيهاش. امي هعيط والله يا ناس يا عالم الحقوني اهو. اسكت بقى. امي امي هبلة اسكت. يا لهوي يا ريتني ما صحيتها. بس بس نامي بس. هو انزل انزل انقل آلة الزمن هنا اهو. انا هتصرف. لا انزل. لا انزل. حاضر حاضر. انجعينا يا حبيبتي يا ايمي. نفسي اعرف هي بقت طفلة عندها قد ايه بالظبط، بتتكلم ازاي كده. شكلها مثلا بقى عندها سنة ونص تقريبا. يا لهوي يا لهوي. طب هنعمل ايه؟ لازم نرجعها بقى في آلة الزمن تاني او معرفش الصراحة بقى هنعمل ايه. بس بس يا حبيبتي بس. يا خلاصي اضحكي. يا نهار ازرق. نانسي انتي اختي، بقيت اختي ما تشلنيش ما تشلونيش انتوا الاتنين ارجوكوا. بس حبيبتي بس. انا اللي هبس دلوقتي. يا دماغي. قومي انزلي معايا. قومي. لا قومي. انت لسه ما نزلتش؟ واقف اسمعكوا. ليه؟ عايز اعرف بتقولوا ايه. اسكت اسكت خالص. تعالي جاي اهو. احنا ننزل بنفسنا نحطها بالعافيه جوه المكنه تاني بالعافيه. اجيبها اجيبها مش اجيبها تشد في حواجبها. اعمل لها ايه بقى؟ ماما فين ماما؟ الله بنباني. بطلي هبل بطلي هبل يا عيالي. تساعدي؟ لا لا ارجوكي العياطه دي لا. لا 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 لا. خدي 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 البونبوني. خدي خدي البونبوني خالص. خدي. ايه يا جماعه هلب ارجوكوا هلب. تعالوا خد بنتك اللي بتعيط عشان احنا مالناش دعوه. احنا ليه نشيل بناتكو؟ علشان انا مدعوك مع واحدة رجعت طفلة. انا ذنبي ايه؟ ماشي. واحنا بنتمنى حاجة ان في بنتك هنا كمان بتعيط، يعني يبقى مش بنتك ومراتك علينا. ايه تبقى بس امك شربت البنورة بتاعتك. اعمل لك ايه؟ سهلة اديها بقيتها. يا ايه القرف ده؟ امها. طيب ماشي اشربي اشربي. هنعمل ايه؟ ساعدوني يا جماعة. سهلة. لازم ايمي تدخل بتاعت البتاعة دي بتاعت البتاعة بتاعة بتاعة ايه البتاعة دي؟ الزمن. ايوه. طيب ماشي. هي لازم ايمي تدخلها تاني ونرميها. بعد ما ايمي تدخلها نكسرها نفشفشها ندشدشها نعمل فيها اي حاجة. صح صح. لا نرجعها عشان فلوسنا اللي راحت دي ما نبقاش دفع 20,000 جنيه وتروح في الفاضي. ممنوع ما ينفعش. حرام عليا. حتى 20,000 جنيه ايجار بس. 20,000 جنيه ايجار اكرتها اسبوع ادفع 20,000 جنيه وفي الاخر تبهدل لي كده. واخده البنورة بتاعتي. هاتي. ايه ده ايه ده؟ انا هيجيلي شلل. هي هي يا حبيبتي يا سيبي نيلي يا ايمي. خدي يا حبيبتي. لا بتاعتي. ايه ده؟ دي ايه متجننة فعلا بقى. اوكي انا هعمل واحدة تانية لنيلي عشان نيلي حرام. بس هي خدوا دي لنيلي. شكرا يا دودي شكرا. هي انت كابن بوني. هي هي
الو الو، لا اله الا الله، يا رب انا هتشل دودي. ايوه الايوه دي، اضربني احسن. لا قصدي ايوه، حاضر يا فندم. اسمع روح زق المرجيحه دي عشان انا مش هقدر ازقها، الاميره جباها. الا تخينه؟ لا 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 لا، انتي خفيفه. طب شلني. لا مش هشيلك. لا شلني. حاضر حاضر، انا بكرهك يا دودي، هوريك. شكرا، هاتني لي. يلا شيلها انت بقى، اتصرف. اشيلها ازاي دي؟ انا تخينه يعني؟ لا لا، انتي مش تخينه، انتي نونه جميله. ايغا ايغا، هموت من الضحك. يلا لا، اوعي اوعي، اشيل ازاي دي؟ عادي، شيلها انت. لا هي ايدي، خلاص جات لي فكره، ولا انت ولا انا هشيلها. روح يا دودي انقل مكنه الزمن دي، قلت الزمن، هاتي نوم ويخلص الموضوع. طب هزق المرجيح، اخري هزق المرجيح. ولا اقولك في عجله تانية برا عندنا، هروح اجيبها اهي. اركبي فيها كده يا ايمي. مش هتكفي، يبقى انا جات لي فكره تانية. لحظه واحده، نجيب ده كده وايمي تركب فيه ونعرف نزقها. هي عجله، هي يا شحطه، يا رب صبرك يا رب صبرك. يلا نزق ايمي، تعالى انت يا دودي بنقى بند بقى بنلي. حاضر. يا لهوي، هي هنعمل ايه؟ اوديها للعجل. قومي قومي. يا ظهر. اهلا ايمي. اهلا ايمي. هي ماما، هي بطلوا انتوا هتخلوها تزين فيها. اوعوا اوعوا، تعالي يا اختي. هي ممكن تقومي تطلعي السلم. المقلب جامد. يلا يلا يلا، تعالى نشوف ايه اللي هيحصل. غريبة يعني، انا مش فاهم ايه اللخبطة دي. يلا يا حبيبتي اطلعي، يلا يا ماما، يلا يا ماما حبيبتي، يلا يا بنتي. شلي. هي ليه مصارعة وشالها؟ ليه؟ صوتي راح. شلني. لا اشيلها ازاي دي؟ اشيلها ازاي؟ يعني تشلني عادي. نعم. يا اخي بيتك يا محمد، قصدك ان انا عجله بقى؟ ها مش عارف تشيلني. لا هشيلك خلاص. دي يا لهوي، دي بدات تتكلم عدل، دي بدات تكبر. اوعى شلتني بعد ايه يا حبيبي؟ بعد ما خلاص. اوعى هتوكتي، بعد ما المقلب خلص. نعم. بعد ما المقلب خلص تشيلني وتجيب لي عجله الناس رجلها مكسوره يعني وما اعرفش ايه وكل دوت، ما اعرفش اصلا جبت العجله دي منين علشان ما تشيلنيش. ايه ده يا امي، خفت ما شاء الله. الله خفت. دخلتها العجلة بس هي تقريبا المية ترتشت عليها فخفت. بقولك مقلب يا بابا، مقلب مقلب، انت بتفهم منين؟ يعني ده كله مقلب؟ ايوان. لا 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 لا، انا عرفت الضحكة الخبيثة دي. ايه بقى؟ انت معاه في المقلب؟ لا. يبقى انت كمان معاه في المقلب. يبقى خلاص ماشي، وكلكوا الصالح عندال كلكوا. الا ايه يا حبيبتي؟ الا ايمي، قصدي الا نانسي حبيبتي عشان معاكي بس في المقلب، والا ليسا وجوليا وبس، وادم شويه وليلي شويتين. ماشي يا ايمي، بتعملي فيا مقلب يكسر ظهري. هو انت عملت حاجه ولا حتى رديت تشيلني؟ اشيلك ازاي؟ اسكت اسكت. وبتسحبي البيبرونه كمان من نيلي عشان ما تشربش، يعني هي كانت البيبرونه اصلا معفنه اصلا. ماشي. ايه ده، حطك محمد في قاله الحظ تاني دي؟ قالة الحظ، قصدي قالة الزمن، معلش قالة الزمن. ايه ده مقلب يا ماما؟ القلة دي حصل مش حقيقية، معرفش دودي جابناها منين. مقلب، يا نهار ازرق على المقالب دي بجد. ايه المقلب؟ انا قلت برضو اصل مستحيل، يعني ايه اللي حصل ده؟ كان اصلا مقلب واضح، بس انتوا بجد اذكياء جدا. شكرا يا دودي شكرا. ماشي امي، انا عايزة انا اشيلك، قصدك ان انا عجبة؟ طب والله لا تشيلني بقى. نعم شيلني، انا حلفت خلاص. لا مش هشيلك. شيلني. لا الا ماشي يا محمد،
قصدك ان انا تخينة وعجلة يعني ولا ايه؟ مش فاهمة. لا انت رفيعة بس انا مش هشيلك عقابا ليكي. لا انت ما كنتش عايز تشيلني من الاول اصلا، قصدك ان انا تخينة. ماشي خلاص انت رفيعة وارفع مني ايوه كده. يا رب يا رب مستر. ظهري هي شلني شلني. دي بجد النكره دي لحست دماغها حرفيا. يشيلك ايه يا امي انت شحطه؟ شلني خلاص بهزر. يلا بينا ننهي الفيديو يا جماعه. لا بنتي ايه رايكم في الفيديو بصراحه؟ بصراحه اكتبوا لي في الكومنتات المقلب ده عجبكم من كام من 10. ويلا بقى يا جماعه عشان ننهي الفيديو نكمل وكده، خلونا بدل الزحمه دي. ماشي. وبقول لك ايه، ننهي الفيديو دلوقتي عشان بجد لازم اروح اخلص المرايب كلها على كتفي اللي اتخلع ده. معلش سلامتك يا حبيبي. بس كده نكون وصلنا نهاية الفيديو. ما تنسوش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تلقوا الفيديو احنا بننزله، وتابعونا فيسبوك وتيك توك وانستجرام، هتلاقوا الرابط في الديسكربشن بوكس. وبنحبكم جدا جدا جدا. ولحظة واحدة عايزة اوريكم حاجة بس، تكتبوا لي يا جماعة مقالب اعملها في ايمي ولازم ارد فيها المقلب اللي خلتني اكسر دراعي ده، فاكتبوا لي اي فكرة مقلب يجي في دماغكم اكتبها في الكومنتات وانا هعملها ان شاء الله وريتهم. وبس كده بايو. يا ضهري. So love me like you do, la la love me like you do, love me like you do, la la love me like you do. So love me like you do, la la love me like you do, love me like you do, la la love me like you do. Violins playing and the angels crying when the stars align and I'll be there. No one will care about the love, it's all I still believe. And all I care about is you. It's dark on me like a tattoo. No, I don't care about the pain. I want the fire and the rain just to get closer to you. It's dark on me like a tattoo.